احتضن المنتدى العلمي والثقافي في مدينة الفلوجة محاضرة علمية حملت عنوان الفلوجة النشأة والتطور بهدف التعريف بهوية المدينة وتوضيح مراحل نشأتها والحقب الزمنية التي مرت بها تحقيقا لمساعي النخب المثقفة والأكاديمية لإثراء المشهد الثقافي في المدينة. نتابع. على الرغم من أن الفلوجة أصبحت مدينة مشهورة بين مدن العالم، إلا أن التعريف بها وبالمراحل الزمنية التي مرت بها وكيفية نشوئها والتطور الذي حصل لها أصبح عنواناً لمحاضرة علمية في المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة. شكراً لهذه الفضائيات التي تفكر أن ترجع أهل مدينة الفلوجة إلى أهلها وتعيد النور لما بني منذ بدء الاحتلال، حيث أول ما فكر بعد الاحتلال الغاشم في 2003 أن كان هذا الصرح العلمي والثقافي هو المنتدى العلمي، والذي بدأت منذ تلك الفترة وإلى الآن رغم الموقف التوقفات التي كانت، وبهذا اليوم والحمد لله لأول محاضرة حول مدينة الفلوجة وآثارها، هكذا كانت الفلوجة وستستمر إن شاء الله. غابت هذه الندوات وهذه المحاضرات عن مدينة الفلوجة لسنين طوال بسبب سيطرة العصابات الإجرامية على هذه المدينة. الآن عادت مدينة الفلوجة إلى سابق عهدها، وخصوصا هذا المكان المنتدى الثقافي والعلمي في المدينة الذي يضم نخبة كبيرة من مؤسسي هذا المكان ومن المثقفين والعلماء والأساتذة في مدينة الفلوجة، إلا أن يمارس نشاطه الطبيعي وهو في عدة جوانب علمية وأدبية. الفلوجة مدينة قديمة، إلا أن الوثائق التي تثبت ذلك ما تزال محدودة بحسب المؤرخين الذين يشددون على أن نهر الفرات الذي يمر بجانب المدينة الغربية له أثر كبير في تطويرها عمرانيا. طبعا مدينة الفلوجة مثل ما أشار لها الباحث الدكتور سعد إبراهيم الدراجي، المدينة تقريبا الوحيدة التي لم نجد وثائق أو أرشيف خاص بها، وجاء الحديث عن تاريخها بشكل يعني قليل جدا ومختصر من خلال بعض كتب الرحالة، وبالتالي عندما نبدأ بكتابة تاريخ هذه المدينة لابد من البحث عن مثل هذه الشذرات. مدينة الفلوجة ليست مدينة حديثة، هي مدينة قديمة ولكنها جددت في بدايات القرن العشرين. اليوم نجتمع بعد الافتتاح الكبيرة التي قام بها المنتدى، نجتمع اليوم في المحاضرة الثانية للموسم الثقافي الجديد للمنتدى العلمي والثقافي، وهذه المحاضرة تتكلم عن نشأة مدينة الفلوجة، يلقيها باستضافة طبعا الأستاذ مساعد الدكتور سعد إبراهيم الدراجي وهو آثاري ومؤرخ، والمحاضرة قيمة ومهمة جدا للمهتمين وللمؤرخين. المنتدى العلمي والثقافي أعلن عن انطلاق الندوات والمحاضرات العلمية والأدبية والثقافية والفنية والاجتماعية، وهو يعد أول مركز نخبوي تم إنشاؤه في الفلوجة في عام 2003.